حلقة جديدة من برنامج نجوم صغيرة. اليوم حلقتنا مميزة، رح تكون مع أطفال حلوين مميزين بمجال الحساب الذهني، حصلوا على مراكز متقدمة بمسابقة حصلت في دمشق بالحساب الذهني. رح نتعرف عليهم أكثر ونعرف أكثر تفاصيل عن هذا الموضوع، كيف تدربوا وكيف قدروا يوصلوا لهذه المراكز. خليكن معنا نتعرف عليهم ضمن هذه الحلقة. مرحبا. أهلين. شو اسمك؟ ماسا محمد الذكرى. ماسا الحلوة قدي عمرك؟ 6 سنين. ماسا أنتو اليوم أبطال بالحساب الذهني، خبريني أول شيء يعني شو عملتوا لحتى اليوم أنتو موجودين معنا بهذا البرنامج؟ نحنا قدمنا لهذا البرنامج وانبسطنا. انبسطتوا وقدمتوا مسابقة بالحساب الذهني. طيب خبريني كيف تدربتوا على الحساب الذهني؟ من أيمت أنتي عم تتدربي على الحساب الذهني؟ من زمان. يعني شو كان عمرك مثلا؟ كان عمري 6 سنين. يعني مو من زمان كتير ماسا؟ مو من زمان كتير. طب أنا بعرف في مراحل أو في مستويات، شو مستواكي أنتي؟ سي. شو يعني مستوى سي؟ مستوى سي بحساب الذهن. ايه يعني هو مستوى متقدم ولا لسه أنتي عم تتدربي؟ شو؟ لا متقدم. متقدم. وأنتوا رحتوا على دمشق وعملتوا مسابقة وكان في كتير أطفال معكم، كانوا شطورين الأولاد؟ إلا كانوا شطورين؟ أيوة. وأنتوا كنتوا شطورين أكتر منهم ولا شو؟ نحنا أنا طلعت الأولى بس أنا كنت أشطر وحدة. كنتي أشطر وحدة وطلعتي الأولى. حضرتي كتير قبل ما تروحي للمسابقة يا ماسا؟ أي حضرت كتير. مين كان عم بيساعدك أنتي وعم بتحضري؟ كيف كنتي تتدربي؟ كانت الكوش ليلي هي تدربني. إيه؟ كل شوية تقوم تجيب لي ورق وتدربني. وهي كانت على ورق، أنت بتحسبي بالخيال ولا على الأباكاس ولا على إيديكي؟ بحسب بالأباكاس، آخر شي صرت أصابع. أي أسهل طيب، الأباكاس ولا الأصابع؟ أصابع. أصابع أسهل؟ بتحسبي جمع وطرح؟ أي والله. ولوين؟ لأي رقم ممكن تحسبي؟ للتسعة. يعني من الواحد للتسعة. جابوا لكم أسئلة صعبة بالمسابقة؟ إيه. لا. شو؟ لا. لا كانت سهلة. طولتي لحتى خلصتيهم للأسئلة؟ ضل معي وقت. كيف كانت الأجواء؟ حلوة؟ تعرفتي على أولاد جداد؟ طيب شو طموحك للمستقبل أنتي؟ طموحي حابة تكملي بالحساب الذهني ولا حابة تشوفي شيء تاني تتعلمي لسه، أو حابة هيك تصيري لسه أشطر وأشطر بالحساب الذهني؟ حابة تعال لسه كفي حساب ذهني. أي صف أنتي دخلتي على المدرسة؟ إيه والله. صف شو؟ أول. أنتي صف أول، بلشنا دروس؟ مدرسة ايه. حلوة؟ إيه بجنن. وبدك تستخدمي الحساب الذهني بالرياضيات هني؟ إيه. طيب شو بدك تصيري بس تكبري؟ هيك قررتي ولا حاطه بذهنك شيء ممكن تعمليه بس تكبري؟ انا حساب ذهني. قبل تكملي تدربي طلاب يعني اولاد صغار؟ صغار كتير ولا هيك بعمرك؟ بعمري. بعمرك اسهل ما هيك. بتمنى لك كل التوفيق يا ماسا. شكرا. باي باي. 2 + 2 + 5 = 4 + 5 + 1 + 1 + 1 + 1 = 4. الجواب صفر. يس. مرحبا. هلا. كيفك؟ منيح. شو اسمك؟ هلا. علي البطل. قد ايه عمرك انت؟ 5 سنين. هلا للي ما بيعرفوا لعلي، علي طلع ببرنامج الصباحي على قناة أوغريت وكان وقتها عم بيحضر للمسابقة، ما هيك علي؟ سألنا لعلي أي مركز بدك تطلع أو شو طموحك إنه بالمسابقة؟ شو جاوبت يا علي؟ الثالث. المركز الثالث. وفعلا علي طلع بالمسابقة المركز الثالث. المركز الثالث. يعني أنت قلت المركز الثالث وطلعت المركز الثالث، ما هيك؟ مبسوط؟ إيه. مين كان عم بيدربك يا علي؟ كوتش تالا، ماما، تاتا. يعني كلهم كانوا عم كل شوي يجي حدا ويقول لك انه علي تعال نعطيك ارقام وتدرب عليها. إيه. وانت تدربت منيح. إيه. طيب طلعت المركز الثالث انت، ما هيك؟ إيه. كان في كتير منافسه قويه علي هنيك بالمسابقه، كانوا كلهم شطورين. إيه. ايه. طيب هلا طموحك اذا صارت مسابقه تانية وانت شاركت فيها اي مركز لازم تطلع؟ الثالث.
كمان الثالث؟ أول. الأول. نطلع المركز الأول ما هيك؟ مشان يعني تقول المركز الأول وتشتغل على هالأساس ونطلع المركز الأول يا علي. خبرني علي هيك عن أجواء المسابقة. نعرف إنه أنتوا رحتوا على الشام وكان في هنيك كتير أولاد من كل المحافظات. خبرني عن الجو كيف كان؟ كان منيح. كان في كتير أولاد؟ تعرفت على أطفال جداد؟ عرفقاتك؟ إيه. كنا عم نعمل أصابع. كنتوا عم تعملوا أصابع؟ تحسبوا على الأصابع يعني. أي أسهل؟ أصابع ولا الأباكوس ولا الخيال؟ شو؟ أصابع. أصابع أسهل شيء. طب كانت الأسئلة طويلة؟ إيه. سهلة ولا صعبة؟ سهلة. كانت سهلة. وتحضيرك كان منيح؟ إيه. في شيء هيك وقفت عليه علي إنه ما عرفت حليته أو تركته لبعدين وبعدين رجعت عليه مرة تانية حليته؟ ما قدرت أخلص. ما قدرت تخلص. الوقت قد ايه كان؟ نعرف هيك بيكون خمس دقائق وخمس. ما شاء الله يعني خمس دقائق وطلعت المركز الثالث. ممتاز يا علي، برافو. يعني المرة الجاية بقى بتصير تتدرب على السرعة أكثر. عم تقلنا الكوتش إنه كان سبع دقائق مو خمس دقائق، بس كمان برافو إنه المرة الجاية نحن نتدرب على السرعة أكثر، ما هيك؟ ونجيب نخلص كل الأسئلة، ما هيك؟ طيب شو بتعمل شغلات تانية غير إنه بتتدرب أنت على الحساب الذهني؟ رسم، انجليزي، فرنسي، بس هيك يعني كله دراسة ورسم. شو بترسم طيب؟ احيانا بشتغل اشغال قصقص وهيك بشتغل اكتر. تشتغل يعني بالقص؟ مين بيساعدك يعني؟ لانه القص شوي خطير. لا كيف؟ بتقص، بحط ايدي الاولاني بعدين الثاني بعدين بقص. بتقص بهدوء يعني مشان ما تأذي حالك. شو بتعمل لما بتقص هدول الشغلات؟ شو بتساوي اشكال؟ ارنب، فيل وهيك شغلات. هيدي مثلا فينا نقول انه اوريغامي. ايه. بتعرف تعمل هيك نماذج ومجسمات. وين تتدرب عليها لهالقصة؟ بالهي بالروضة. يا سلام، لساتك انت بالروضة ولا صرنا صف اول؟ تقريبا. يعني شو سنة منصير بالمدرسة؟ ايه مبسوط. بالروضة يعني. طيب شو بدك تصير بس تكبر؟ شو طموحك؟ ما بيسألوك شو بدك تصير بس تكبر يا علي؟ كابتن طيار. يا سلام، تسوق الطيارة. كل التوفيق لك يا علي. شكرا، وإن شاء الله المرة الجاية بناخذ المركز الأول. باي يا علي. باي. جاهز؟ أربعون وأربعون زائد خمسة وخمسون ناقص 11 ناقص 11 ناقص 11 ناقص 11 ناقص 55 زائد 45 زائد 53 زائد 1 ناقص 44 جواب 55. مرحبا. مرحبا. شو اسمك؟ جعفر. عاد جعفر، اي قد ايه عمرك انت يا جعفر؟ شو؟ خمسة. هدول خمسة؟ عمرك خمس سنين. انت انا قالت لي العصفورة انك انت اصغر مشارك كنت بالمسابقة للحساب الذهني. كان في اصغر منك؟ لا. شو؟ ايه في واحد اخوه صغير. اخوك انت كان رايح معك؟ ايه. يعني كان معك هو مشارك. قد ايه صغير يعني قد ايه عمره؟ عمره سنتين بس ما بيعرف حساب ذهني، ما هي؟ ايه. انت بتعرف بس. احكي لي عن المسابقة يا جعفر. وين رحتوا؟ شو عملتوا؟ بحب تالا. انت بتحب للكوتش؟ احكي لي عن المسابقة، شو عملتوا؟ شو شفت؟ شو ساويتوا؟ ولعبنا بالالعاب. ايه. ونحن خلصنا. وبعدين رحنا على البيت. سلينا. سليتوا يعني؟ شفت رفقاتك هنيك؟ رفقات جداد؟ لا. لا؟ شو؟ لا ولا ايه؟ ايه.
مين عامل لك شعراتك الحلوين؟ الماما. وهالتياب الحلوين اللي لابسهم هيك مين منقالك ياهم؟ ماما. يعني كتير ها شوف وقف شوي بس لنفرجيهم لكل رفقاتك تيابك. يا سلام على الأناقة، أناقة كتير يا جعفر ما هيك؟ ايه. طيب جعفر البطل أنت هلأ بالروضة؟ ايه. طيب حلوة الروضة؟ ايه. لما نحن ندرب حساب ذهني بتروح على الروضة بتقلهم أنا بعرف حساب ذهني ويسألوني؟ ايه. لأي رقم نحن منحسب يا جعفر؟ 9. لرقم 9؟ لرقم 9 بتعرف تحسب على الأصابع؟ لا على الأباكوس. على اقعد اقعد جعفر عم يستكشف على الأباكوس؟ جعفر البطل يعني مين كان عم بيدربك يعطيني فيك يعطيك تمارين أكتر شيء؟ باشتالا كل يوم. كل يوم كل يوم؟ بتحب الحساب الذهني أنت معناها؟ شو بتحب كمان تعمل غير الحساب الذهني؟ الأعداد. والأعداد؟ آه. وهي صار الأباكوس معنا. يا سلام يا سلام هادر فيه أولى جعفر. طب هلأ عملنا يا هيك هلأ بنعطيك بعد شوي تمرين شو رأيك؟ ما بيسلمني يا حتى هيك 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 لنشوفه نحن. طيب جعفر شو بتعمل غير الحساب الذهني؟ شو منساوي نشاطات تانية؟ محسوب كمان. تحسب هيدا بالحساب الذهني. تسبح؟ بسبح. شو كمان؟ في شغلات تانية غير السباحة والحساب الذهني؟ روضة. ايه؟ وبس. وبس كتير شغلة. في روضة عم يعمل لي اياها بابا. يعني هي بدك تروح على روضة تانية. شو بدك تصير بس تكبر قررت؟ تصير شرطي ودكتور. شرطي ودكتور تزبط معك؟ ايه. نعمل شغلتين. بدك تكمل بالحساب الذهني؟ طيب جعفر نحن هلا رح نعطيك تمرين مع الكوتش لحتى نشوف كيف رح تحسب على الأباكوس. مسكه انت بالطريقه اللي بدك اياها. يلا صفرنا صفرنا جيجة. برافو. يلا جيجة بلش من العمود الاول. يلا حط لي 1 زائد 1 زائد 2 1 2 زائد 5 الجواب صح. برافو يا جعفر. باي. مرحبا. أهلين. شو اسمك؟ عسل موسى. عسل الحلو. قدي عمرك؟ 6 سنين. عمر كله يا عسل. صف أول أنتي؟ نعم. دخلتي على المدرسة بلشتي؟ ايه. بلشتي تعرفتي على رفقات جداد عسل؟ بس يعني هني قالوا لنا على السنة. يعني ما على السنة قالوا لنا ننتظروا للتنقل. يعني أعطوكم وقت هيك لحتى تبلشوا لسه دروس كونكم صف أول. يعني حلوة المدرسة حبيتيها؟ ايه. من عامل لك شعراتك الحلوين؟ ماما. ماما عملت لك اياها هون. انت بتختاري ثيابك وشعراتك ولا ماما؟ ماما. ماما يسلم ايديا لماما. يا عسل يا حلوه خبرينا هلا انت دخلتي بمسابقه واخذتي مركز شو؟ ثاني. مركز الثاني. طيب انت نحن كمان بنعرف في مستويات. اي مستوى انت يا عسل؟ مستوى 5. شو فيه المستوى 5؟ اصدقاء كبار. أصدقاء كبار. قديشك أنت هيك مع الأصدقاء الكبار؟ بتحبيه لهذا المستوى؟ يعني على أي رقم أنت من أي رقم تقدري تحسبي؟ شو شفت رفقاتك قالوا لي 9. أنت لوين؟ 99. 99 ما شاء الله عدد كبير ما هيك؟ طيب مين بيساعدك تتدربي على الحساب الذهني؟ أنت تالا. يا سلام تعذبيها؟ لا. قد ايه صار لك عم تتدربي انت؟ كثير 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 كثير. حبيتي الحساب الذهني؟ ايه. طب شو كنتي تعملي شغلات ثانيه او شو عم تعملي شغلات ثانيه غير الحساب الذهني؟ سباحه مثلا؟ شو كمان؟ ترسمي؟ تلعبي رياضه؟ وكمان انجليزي. وحساب ذهني. انجليزي وحساب ذهني وبتسبحي. ما هيك؟ شو حابه تصيري بس تكبري؟
دكتورة. أحلى دكتورة يا عسل، شكراً لإلك. باي باي. ريدي؟ 22 زائد 22 زائد 55 ناقص 44 ناقص 55 زائد 66 زائد 33 ناقص 44 ناقص 5 ناقص 50. الجواب زيرو. مرحبا. أهلا. شو اسمك؟ جوا. جوا. قد ايه عمرك يا جوا؟ 2 سنوات. عمر كله يعني أي صف أنت؟ أنا هلا صف رابع. صف رابع، كيف المدرسة؟ أول شيء لازم نسأل كونه بلشنا نحن دوام وبلشنا بالدراسة، فخبرينا عن أجواء المدرسة. هلا أنا كتير بحب المدرسة، فأنا كتير يعني حلو كتير. شطورة أنت بالمدرسة؟ إيه. طيب اليوم عم نحكي عن الحساب الذهني، أنت أي مرتبة أخذتي؟ أنا أخذت المرتبة الأولى. بأي مستوى؟ بمستوى 1. مستوى الأول، احكي لنا عنه للمستوى الأول. أصدقاء بالحساب الذهني جمع وطرح. يعني لأي رقم مثلاً جوا؟ لـ99. لـ99. طيب كانت هيدي المسابقة، يعني إحنا بنعرف أنتوا أخذتي فيها المركز الأول، بس كان في كتير منافسة. خبرينا عن المنافسة، عن الأجواء اللي كانت بالمسابقة. هي الأجواء كانت كتير حلوة، وأنا هيك توترت شوي يعني، بس أنا واثقة من حالي أنه بدي أخذها الأولى. برافو، هي الثقة مهمة وضرورية بهيك ما بهيك مسابقات. يعني أي متى بلشتي تدربي على الحساب الذهني؟ صار لي سنة عم بتدرب. كيف حسيتي، سهل صعب بعد سنة؟ هلأ شو تقييمك؟ هلأ أنا بحسه كتير سهل علي، كتير كتير. ساعدك بالمدرسة؟ كتير. هلأ بيساعدنا بالرياضيات، أكتر شي بالرياضيات بيساعدنا. الرياضيات لأنه يعني هي أكتر شي جمع وطرح هيك. تماماً، في عمليات حسابية بالرياضيات. جوا يعني مين عم بيدربك أكتر شيء؟ مين ماما بتكون معك بتعطيكي تمارين؟ كيف الأجواء؟ مين عم يدعمك بهيدا الموضوع؟ خاصة أن احنا عم نحكي في مسابقة كان، وانت جبتي فيها المركز الأول، معناها كان في تحضير كتير قبل. ايه، لأن كنت اتدرب تقريباً 6 ساعات، وأنا بدي أشكر الكوتش نغم وماما وبابا والكوتش تالا. 6 ساعات متواصلة باليوم ولا كان في هيك تقطعي يوم؟ هلا لا، انه انا اتدرب ساعة بعدها هيك تاخذي استراحة. استراحة بعدين هيك شيء، اتدرب ساعتين وبعدها استراحة. يعني كانت ماما تدربك كمان بالبيت، يعني هي تمسك الآلة الحاسبة وتعطيكي ارقام وتقول لك يا جوا احسبي؟ هلا ماما مو دائما كانت تدربني، انا احيانا كنت اتدرب لحالي. لحالك؟ برافو. يبدأ سرعة ما هيك؟ كان في وقت لأنه في زمان كتير سرعة. ده كتير سرعة، و ده الواحد يعني يكون في تركيز. برافو جوا، يعني احنا هلا اخذنا المركز الاول بالمسابقه، ولكن دائما طموحنا ما بيوقف، اللي بيوصل للمركز الاول لازم يحافظ على هيدا المستوى ويتطور اكثر. طموحك انت يا جوا شو؟ انا طموحي اخذ المستوى الاول على سوريا، وشارك على مستوى العالم وارفع عالم وطني سوريا. كل التوفيق لك يا جوا، ويعني هلا هيدا بمجال الحساب الذهني. انت بالحياه لما بيسالوكي جوا، هلا صار فينا نقول لك يمكن قررتي الى حد ما، شو ممكن تتخيلي حالك بس تكبري تكوني؟ انا كنت دكتوره. احلى دكتوره يا جوا، بتمنى لك كل التوفيق. شكرا لك. شكرا كثير. باي باي. 35 زائد 54 زائد 10 ناقص 44 ناقص 5 ناقص 50 زائد 61 زائد 10 زائد 10 زائد 10. جواب 91. مرحبا يا حلو. حنين. شو اسمك؟ يوسف. يوسف البطل. وانت شو اسمك؟ سيلا. يوسف وسيلا انتوا اخوات؟ ايه. قد ايه عمرك يوسف؟ 4. 4 سنين؟ ايه. وانت قد ايه عمرك يا سيلا؟ 5 سنين. انتوا بالروضة معناها؟ لا، أنا مدرسة وهو بالروضة. أنت عمرك 5 سنين وبالمدرسة؟ لازم تكوني 6 سنين. صف أول؟ إيه. كيف شفتي المدرسة؟ حلوة أو لا؟ إيه. حبيتيها؟ أنت بالروضة؟ إيه. حلوة الروضة؟ إيه. شو عم تاخذوا فيها هيك شغلات وأنشطة؟ احكي لنا. في زحلوطة ومرجوحة؟ إيه. وبترسموا وبترقصوا وبتغنوا؟ إيه. بتحفظوا شغلات حلوة؟ إيه. وانت يا سيلا كمان شو بلشتوا بالمدرسة تاخذوا شغلات؟ لا لا، دروس لسه. ايه. ما هيك بيطلعون على الباحة وهيك. يعني احلى من الروضة؟
يوسف ليش بعد تقرب لعنا؟ لسه بدنا نحكي معك شوي يا يوسف يا بطل. يوسف شو عم تعمل اليوم عندنا هون؟ مع مين جاي؟ مع جعفر. جاي مع جعفر انت رفيقه؟ ايه. جاي هيك تشوفوا شو عم يعمل، ونحن عم نعمل لقاء، كنا مع جعفر وشفناك انت شاب حلو، هيك بدنا نعمل لقاء معك. حبيت؟ حتطلع التلفزيون؟ وانت يا سيلا خبرينا كمان شو عندك انشطه، شو بتعملي؟ نرقص ومنلعب ومنتسلى. بتغني؟ ايه. شو حافظه اغنيه تغني لنا اياها؟ فاحت ريحه البارود. يلا. فاحت ريحه البارود يا هلا وضلت سود، الله لبي ستلاقى الله شيانة الفرود، أهل الكرم أهل الجود، والله ما عليكم سود، باليوم الموتكم جاد خوينا الهدوم السود. يا سلام، هيك وشعراتها الحلوين لسيلة وتيابها الحلوين، مين لبسك ياها؟ ماما. ماما أنت بتقولي لها هيك عملي لي شعراتي؟ إيه. وطلعت اليوم هيك جيتي وطلعتي بالتلفزيون ويشوفوك كل رفقاتك، حلو التلفزيون؟ ايه. حلو المقابلة؟ ايه. شكرا لك يا سيلا، وشكرا لك يا يوسف. باي باي باي. لهون حلقتنا خلصت، الأسبوع القادم رح نكون معكم بحلقة جديدة وأطفال جداد مميزين كمان. باي.